تميز به واتصف به المرحوم الوائلي بين مسلمي العراق، إذ قال، وكان من أجود كما قلت من أجود ما قال ومشت: تصنفنا يد مسمومة، متسنن هذا وذا متشيع، يا قاصدي قتل الأخوة غيلة لم الشباك، فطيرنا لا يخدع، غرس الإخاء كتابنا ونبينا، فامتد واشتبكت عليه الأثر. عقبت أنا عليه في وقته أنه إذا كان أجل الشعر أخلده، فإن هذه الأبيات من الشعر الخالد الذي ما زال حيا وفاعلا منذ 5 عقود، وستظل الأبيات نموذجا للإخاء الشيعي السني في المجتمع الإسلامي العراقي عبر القرون. الشاعر الوارع رحمه الله بهذا يؤكد ملمحا من ملامح الشعر النجفي المعاصر، وهو أنه شعر معان وأفكار، يعني وريث الشعر العباسي في العصر الثاني الذي كان شعر معاني وأفكار. ذكرياتي مع الفقيد عديدة، ولكني سأكتفي بواحدة فقط. كانت هذه الأبيات الثلاثة التي قرأتها لكم سبب التعارف بيننا في مهرجان أدباء العرب عام 65، ثم التآخي فيما بعد، فقد كانت إقامته في النجف الأشرف وإقامتي في بغداد أو خارج العراق سببا لقلة لقاءاتنا رغم الانسجام الروحي. أحيانا الإنسان تعرف منذ فترة قليلة فتنسجم معه وتصبح أخ وتكأنك صديقة منذ زمان بعيد، هذه حقيقة العيشة. يعني أنا والأخ زهير صار صداقتنا نصف قرن من الزمن، تقريبا نصف قرن، نشأت صدفة في جمعية المؤلفين والكتاب العراقيين، شخص جاء وأهداني نسخة من ديوانه اللي هو مهدي بالأصل إلى جمعية المؤلفين، كمية كان داعمين المجلة فيها والجمعية فيها، ونشأت بين نصر وتمازجت روحانا رغم البعد الزمني، هو يدرس بالبصرة وأنا أدر موجود في بغداد وإلى آخره. وبعدين 11 سنة ظل في ليبيا مشردا، وبعدين لما جاء شافني آني غيرت الموقع وانتقلت إلى أعيش في منطقة أشبه بوادي بوان اللي مر به المتنبي وكتب بيته قصيدته المشهورة مغاني الشعر طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان، معروفة هذه، يعني فعلا أقيم بالسليمانية منذ أكثر من 5 سنوات إثر تعرضي لعملية صوت مسلح. وحدث أن قصدت الغري خلال الـ70ينيات لأداء الزيارة لضريح وسيري رسول الله عليهما السلام، وحللت بدار أخي المفضال السيد محمد حسن الطلقاني الفقيه والشاعر والناثر المصنف، وكان من أصدقاء العمر أيضا، فرجوته أن يمن علي بلقاء الوائلي، لأن سنين كان مرت ما رأيته. سيد الشعراء في رأيي هو سيد الشعراء الملتزمين
في بلده آنذاك. فأوفد إليه من تكرم بدعوته، فلما الرجل الدعوة وتعشينا مع بعض سهرنا سهرة طويلة. ولن أنسى عمق فرحتي بمجيئه يوم ذاك إلى دار علوية تنماز بالكرم العلوي. ولن أنسى وجرى بنا الحديث رهوا وسالت بأعناق المطي الأباطح كما قال الشاعر القديم. فأتحفنا الوائلي رحمه الله بخبر أداء السيدة الشاعرة المبدعة نازك الملائكة، وكانت تربطها صلة معرفة بها هي وزوجها المرحوم عبد الهادي المنقوة. شعائر الحج عام 74، هو أخبرني بأنه أدت نازك الملائكة شعيرة الحج، وأنه أبرد إليها، هذا كلام الوائلي، قصيدة تهنئة بالمناسبة، فردت عليه بمثلها. ثم وكانت ذاكرته قوية، حافظته قوية، يتميز الوائلي بهذه الحافظة، ثم أنشدنا استنشدناه فأنشدنا النصين، وكان قوي الحافظة كما قلت، أنشدنا قصيدته ابتداء يا أم براقة، هي طفل أحد أدب براقة التي حسب ما أخبرني ابن العلامة المرحوم محمد عبد الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي الذي كان عميدا لكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف، اشترى كان أودع جثمان الأخ عبد الهادي أمانة عند في مقبرة الخفاجي. ثم لما ماتت نازك أودعت أمانة فترة قليلة إلى جانب زوجها، إلى أن اشترى براق قطعة أرض مقبرة اتخذها ونقل جثمان أبويه ودفنهما هناك بالقاهرة. يا أم براق عليك السلام، دام لك الإيمان والالتزام، السعي مشكور لوادي منى والحج مبرور لبيت حرام، نزلت بيتا بيت الله ضيفا على أغنى خوان حاشد بالطعام، وذقت للنفع المذال الذي من ذاقه يبرد منه الأناء الأوام، وجلت في رحاب رب بها مغفرة لكل هذه الألام. يا أم براق وبالحج مذ وبالحج من أسراره ما لا يحد الكلام، فهل رأيت الله في بيته وهل لمحت الغيث خلف الغمام، هل ذقت صهباء حسى صفوة الفارض والخيام وابن العظام، غابوا بما ذاقوه من نشوة فيها فهم الآن صرعى نيام، ولامست أوتارهم فالتقت أرواحهم بألف عود وجام. هذا هو الحج وما بعده أغمار ترتاد منا في زحام، تحسب أن الحج طوف على مربع أو جولة في مقام، وأنت قيثار سمعناه في ألحانه يسكر شدو الحمام، فترجمي ما سكب الحج في روحك من في روحك من موسقة أو مدام. ردت نازك الملائكة على هذه القصيدة، ونازك هجرت الشعر العمودي شعرنا الخليلي منذ أعوام طويلة، وكما تعرفون تعتبر هي
على اثنين اسند اليهم نظم الشعر الحر شعر التفعيله. ردت نازك الملائكه رحمها الله عليه بقوله: على البحر والقافيه ذاتها. مولاي شكرا وعليك السلام، شعرك ورد وسواقي حمام وسواقي غمام. مولاي شكرا وعليك السلام، شعرك ورد وسواقي غمام. نديت حقلي من شذا ساقيا لي قلما عطشانا صلى وصام. هنأتني بالحج حجي رؤى روحية ونجمة في ظلام. والله في قلبي تعريشة والله نبع مغلق وابتسام. لا أنا ممن قدسوا صخرة ولا أنا ممن جثوا للرخام. إني لمست الله إني لمست في منى دفقة من مطر الله ترش الأنام. أحسست وجه الله إغماءة أغيب فيها ويغيب الزحام. فلا أعي إلا ذرى قمة مذاقها سعي شذاها استلام. صليت ناجيت سرت شرعشة في أكمعي في شفتي في العظام. ناديت رب الورد إن الشذا يرعاه فلاحون غرق نيام. فالورد مجروح وألوانه دم يسيل والروابي حطام. هنا أنا استطرد القضية الفلسطينية. فالورد كانت راحت البيت المقدس أيضا وبدأت تعكس المرائي الأخرى في ضمن القصيدة هذه. ناديت رب الورد إن الشذا يرعاه فلاحون غرق نيام. فالورد مجروح وألوانه دم يسيل والروابي حطام. والوحش حزت قدماه الربا غمس قيثارتنا في الرغام. أبا سمير حقلنا غاضب أبا سمير حقلنا غاضب شفاه عصف وجوع انتقام. ألوانه منفجرات اللظن أشجاره زوبعة واضطرام. والمسجد الأقصى صدى شاحب مخلخل المنبر خاوي المقام. نما على محرابه طحلب وانغرست في جانحيه السهام. خاو ويعوي في حماه الصدى لا راكع لا خطبة لا إمام. إن لم نقاتل حجنا باهت وجمعنا في السعي محض ازدحام. ووقوفنا في عرفات سدى وشعرنا الحل كلام كلام. أيها الأحبة، ولأن نازكا كانت قد هجرت الشعر الخليلي منذ سنين موغلة عبر الزمن، فقد كان الظفر بهذه القصيدة غنما. لذا نسخت القصيدتين معا وضممتهما إلى أوراقي. إن الحديث عن علم شامخ في دنيا الشعر والخطابة المنبرية في المنبر الحسيني لا تفيه كلمة قصيرة كهذه، لكنني كما قلت لظروف المؤتمر اجتزأت بما تقدم. أسأل من الله الرحمة للفقيد الرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ المحقق الأستاذ هلال ناجي على هذه الكلمة الرائعة. و بهذا ننتهي جلستنا المسائية التي ستعقبها إن شاء الله توزيع الهدايا والجوائز. شكرا لحضوركم الكريم.
في نهاية هذه الأمسية التي أتحفنا بها أعلامنا وسادتنا بذكرياتهم العطرة عن المرحوم الدكتور الشيخ الواهدي طيب الله ثراه، رأت اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر أن تكرم مجموعة من الأعلام بهذه الدروع. يتفضل الأستاذ الدكتور عبد الرزاق عبد الجليل العيسى مكرمين. يتفضل سماحة العلامة الحجة السيد طالب الرفاعي لتسلم درعه بهذه المناسبة. هذه الدروع رأيت لمعانا شديدا فسألت من أحضرها فقال هي مذهبة. خيرا إن شاء الله. ويتفضل سماحة العلامة الأستاذ الدكتور السيد عدنان البكاء لتسلم درعه. الأستاذ المحقق الكبير والباحث البارع الدكتور هلال ناجي. الأستاذ الدكتور محمود المظفر يتفضل مشكورا لتسلم درعه. الشاعر المبدع الأستاذ عبد الحسين حمد يتفضل. والدرع الأخير لسماحة الشيخ علي البغدادي أمين مزار الصحابي الجليل كميل بن زياد رضي الله عنه، فضلا عن شهادة تقديرية لسماحة الشيخ يأخذها إن شاء الله مع الدرع. نشكر لكم ونرجوكم بقراءة الفاتحة على روح سماحة الشيخ الوائلي تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. والمدرس الدكتور غانم نجيب عباس قراءة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي حياته وهمومه من خلال أشعاره. خامسا البحث الخامس المدرس الدكتور عباس علي الطحام، وندعو الأخ الدكتور عباس ليلتحق بالقاعة الثانية بواعظ الخطاب الوطني في شهر الوائل. البحث السادس البحث الشيخ عماد الكاظمي الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية
قراءة في كتاب هوية التشيع. البحث السابع السيد محمود المقدس الغريفي الحوزة العلمية النجف الأشرف الشيخ الوائلي ودوره في تعزيز ثقافة الفقه المقارن في المجتمع. البحث الثامن الباحث الشيخ فيصل الداوني أكاديمي وخطيب حسيني الشيخ الوائلي ومهمة تطوير المنبر الحسيني. وقبل أن أدعو أستاذي الدكتور حسن الحكيم أود أن ألفت انتباه الأخوة الباحثين إلى أن هنالك مجموعة والحضور الكرام مجموعة من البحوث في القاعة الثانية وهم الأستاذ الدكتور رضا عبد الجبار الشملي جامعة القادسية كلية الآداب، الشيخ الدكتور أحمد الوائلي من رواد الاعتدال والتقريب بين المسلمين في القرن العشرين، الأستاذ المساعد الدكتور حسين عبد العودة الخاقاني جامعة الكوفة كلية الآداب، والمدرس الدكتور ميزم مهد الحمامي الخمر في ديوان الشيخ أحمد الوائلي، المدرس الدكتور علي مجيد البدري أو البديري من جامعة البصرة كلية الآداب، شعرية التناقض القرآن التناص القرآني في شعر الوائلي. والبحث الرابع المدرس الدكتور مليحة عزيز حسون جامعة الكوفة كلية التربية للبنات، الحنين والغربة في شعر الشيخ الوائلي. البحث الخامس المدرس الدكتور حسين عبد العالي الهيبي جامعة الكوفة مركز دراسات الكوفة، والمدرس الدكتور حسين لفتة حافظ الأثر القرآني في شعر الشيخ أحمد الوائلي. البحث السادس المدرس المساعد حسن كريم ماجد الربيعي جامعة الكوفة كلية الفقه الأيديولوجية والمعرفة من فكر الشيخ الوائلي في بحثه من التفسير غير الموضوعي للقرآن الكريم. البحث السابع المدرس المساعد فضيلة عبوسي محسن جامعة الكوفة كلية الفقه المرأة في محاضرات المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي قدس سره. البحث الثامن الباحث هاشم حسين ناصر المحمد جامعة الكوفة مركز دراسات الكوفة بيئة النجف الأشرف في بناء شخصية الشيخ الوائلي، والبحوث الثمانية التي يدعناها في القاعة الأخرى. الآن أدعو أستاذي الدكتور حسن عيسى الحكيم فليتفضل مشكور. أود أن أنوه والتزاما بالأعراف الجامعية إلى الباحث عشر دقائق، ومن لديه مداخلة سوف يكون هنالك وقت بعد انتهاء المحاضرة. الرحمن الرحيم، سادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أريد هنا أن أستعرض سيرة الشيخ الوائلي الحوزوية أو الأكاديمية، وإنما التركيز على نقطة واحدة هو الذي سماها المنبر الموهوب. هكذا أطلق الشيخ الوائلي هذه التسمية وحدد هنا سمات الخطابة وكيف يواجه الخطيب الجمهور. حددنا هذه أو هذا المصطلح بثلاث نقاط، هي كيفية الانشداد إلى المجتمع، وكيف على المتلقي أن ينشد إلى الخطيب دون ملل أو إطالة. النقطة الثانية اختيار النص الصحيح السليم وإسقاط الضعيف والموضوع، وهذا لا شك يتطلب شجاعة من الخطيب حينما يواجه المجتمع. لن تتحقق أبدا إلا بمعهد خطابي، وإذا نحن أعددنا هذا المعهد إعدادا كاملا أو سليما أو صحيحا سوف تنتهي كل الإشكالات القائمة في هذا الجانب. وهذا المشروع هو قد تبنته جمعية منتدى النشر في وقت ما،
وكان شيخ الواحد أحد رواد هذا المطر. ونحن الواقع نحن اليوم في الوقت الحاضر أمام إعلام يرصد الكلمة، الإعلام الذي يرصد الكلمة وقد تثير الكلمة كثير من القضايا الخطيرة، ونعاصر نحن هذا الجانب ويؤلمنا كثيرا حينما نسمع من هنا وهناك. إذن فما على المنبر الموهوب؟ ماذا أراد الواعي؟ هو أراد أن ينتقي تراث جميل، تراث أهل البيت، خزين رائع، أراد أن ينتقي من هذا التراث ما هو صحيح ويخدم أهل البيت خدمة كاملة، وعند ذلك تتحقق الوحدة، يعني بتراث مع تحقيق الوحدة الإسلامية، ومن ثم إسقاط كل ما هو زائد على الحاجة. ونحن دائما المواقف المضادة دائما تستعين بالضعيف، وبعض المستشرقين حينما يكتبوا يأخذون النصوص الضعيفة الموجودة في تراثنا ويحاول أن يبني عليها بناء عاليا. ويبقى السؤال، ما هي الجهات التي تخلق المنبر الموهوب؟ ما هذه الجهات التي أرادها الشيخ الوالي؟ الواقع نحن اليوم بحاجة إلى إيجاد رابطة بين المؤسسة الجامعية والمؤسسة الدينية. حينما تكون هناك رابطة متينة وقوية يمكن أن نحقق هذا الجانب. جميل حينما يحصل الخطيب على شهادة الدكتوراه، وهذا أمر رائع، ويمكن أن يصل إلى درجة الاجتهاد، ممكن أن يجمع بين الاثنين. وإذا تحقق هذا الجانب الحقيقة أو ما نسميه بالتزاوج العلمي، وفي الواقع أن يحقق لنا الحركة أو حركة الإصلاح المطلوبة، وهذه الحركة اللي بدأت كما ذكرنا بالعقد الرابع من القرن العشرين ثم أخمدت وما زالت هي خامدة حتى هذه اللحظة. فالواقع النقطة الأخرى المهمة والأساسية، نحن اليوم نواجه ما نسميه بالثقافة المعاصرة أو المستجدات، خلينا نطلق عليها هذه التسمية المستجدات. كيف نواجه هذه المستجدات؟ ما هو موقف الفقيه من هذه المستجدات؟ كثيرة، بعضها طبية، بعضها هندسية، بعضها علمية، بعضها أمور أخرى كثيرة. فإذا لم يكن هناك ما نسميه بالتلاقح العلمي، ما ممكن للخطيب أو الفقيه بالشكل العام من أن يساير الحالة العامة التي عليها المجتمع. النقطة الأخرى المهمة الأساسية أن الشيخ الواعي عمد في بعض كتاباته إلى الدراسات المقارنة، وهذا أمر جميل. يعني حينما نحن نتصدى للدراسات الأخرى ونحاول أن نسميها بالتاريخ القديم دراسات الخلاف، هي الحقيقة ليست خلاف، وإنما هي عبارة عن موازنة بين فكر وفكر آخر، لا أكثر ولا أقل. أن يكون أين يلتقي هذا الفكر، من كيف يختلف هذا الفكر. الوائلي رحمة الله عليه كتب بين الشريعة والقانون مقارنة في هذا الجانب، كتب عن استبدال الأجير مقارنة، كتب في الفقه الجنس أيضا مقارنة. حقيقة هذه المقارنة هي اللي توقفنا على المستجدات التي نواجهها أو تواجهها نحن اليوم،
وبعضها تتفق تماما وأحكام الشريعة دون أي تراجع. وفي الوقت نفسه إيجاد السبل التي تلتقي مع المستجدات عن طريق النصوص. نحن نمتلك شريعة متكاملة، حينما تكون متكاملة معناها نعتمد على النصوص التي تلتقي إلى حد ما مع هذا الجانب. والنقطة يمكن دائما نحن نتحدث عنها بمرارة الحقيقة، يعني دائما ننعت الشيخ الوائلي بأنه خطيب النجف الأول، يعني وهل ختمت الخطابة؟ مات الوائلي، يعني ليس هناك من بديل؟ ولماذا أن يكون هو الأول صاحب الريادة؟ وهذا أمر جميل ورائع جدا، لكن نحن نطالب أن يكون في كل وقت وفي كل زمان أن يكون هناك خطيب وأكثر من خطيب من يحمل صفة الأولوية أو ما نسميه بالخطيب المعي الأول في هذه المدينة المعطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن شاء الله ستنزل النجف الكثير وليس خطيبا واحدا، لأنه كثير من الخطباء قد استشهدوا كما نعلم، وإن شاء الله التاريخ المستقبل كفيل بإنتاج الكثير من الخطباء والموهوبين، والنجف ستبقى يعني منبرا عاليا في العالم الإسلامي. البحث الثاني الأستاذ الدكتور صباح مهدي الميور جامعة بغداد، أدعوه للتفضل وبحثه بعنوان إمبراطورية الفوضى وهوية الثقافة الإسلامية، دراسة فكر الشيخ الوائل الدكتور أحمد الوائل التحديات والمواجهات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المتجمعين. أما لا بد لي في البداية أن أسجل شكري وتقديري إلى عمادة الكلية الإسلامية الجامعة ورئاسة مركز دراسات الكوفة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأشد على أيديهم وأهنيهم لما قدموه من مستلزمات إنجاح هذا الملتقى العلمي الكبير الذي أحيا ذكرى مفكر كبير وقدم خدمة كبيرة لأشرف قضية في تاريخ الإنسانية، هي قضية الإمام الحسين عليه السلام. واستطاع بعقليته الخصبة أن يوظف المنبر الحسيني لخدمة قضايا المجتمع المختلفة، ولا سيما تلك القضايا التي تتعلق بالهوية الإسلامية وطبيعة التحديات التي تواجهها. وواحدة من هذه التحديات هي إمبراطورية الفوضى، أو كما يطلق عليها العولمة كوبنسيشن، وهي موضوع هذه الدراسة. وأعتقد أنني في هذا الموضوع حسب ما سمعته من الأبحاث قد يكون في التحديث في هذه الجلسة. هذا الموضوع تمت معالجته بأربعة محاور أساسية. المحور الأول إمبراطورية الفوضى وهوية الثقافة الإسلامية، والمحور الثاني رؤية الشيخ الوائلي لفكر العولمة وتداعياته، والمحور الثالث كيف وضع الشيخ الوائلي أسس المواجهة، والمبحث الرابع خصص للاستنتاجات والتوصيات. لا شك أن مصطلح إمبراطورية الفوضى
هو مصطلح أطلقه المفكر سمير أمين على مفهوم العودة، ويقول عندما تصل الفوضى في العالم إلى حد معين تصبح نظام، وبالتالي تستخدم أدوات في العنف العسكري والإكراه السياسي. وعليك الهوية العربية الإسلامية تعرضت إلى محاولات كثيرة الطمس والتفكيك منذ الحروب الصليبية والغزوات الكثار المتعاقبة وصولا إلى الظاهرة الاستعمارية، ومنها في نهايات العقد الماضي إلى ظهور العودة. لقد حاولت مؤسسات العودة أيها الإخوة استغلال ثورة المعلومات وتقنية الاتصالات في جميع مفاصل الحياة، وفي مقدمتها غزو الفضاء وشبكة المعلومات الدولية، وحاولت كل هذه الوسائل أن تخاطب العقل الإسلامي وتحاول أن تجرفه بكثير من لهاليزه، وتجعل من المتلقي المسلم أداة للتعجب والانبهار. لقد حاولت هذه المؤسسات إلصاق التهم بالإسلام، وحاولت أن تقرنه بالإرهاب والعنف والتطرف والأصولي. وعلى هذا الأساس فقد استغلت فقر الكثير من الشعوب الإسلامية والتي تعاني من المجاعات، ولا شك أن هذه الطريقة حاولت أن تنفذ منها ونجح. إن مؤسسات العودة تبنت هذه الأفكار المعادية والتي تحاول أن تخلق فجوة بين الفرد وأسرته، بين الأسرة والمجتمع، بين المجتمع والمحيط، وبالتالي تنفذ سموم ما تريد وتعمل على عملية التفكيك للموروث القيمي والأخلاقي. ومن هنا كيف تدخل الشيخ الوالي لمعالجة هذا الموضوع؟ قد لا يختلف أحد أن هذا الموضوع مهم وتحدياته كبيرة، إلا أن الشيخ الوالي رحمه الله لم يكن يخشى على الأمة الإسلامية مما تواجه، ويقول أن للأمة الإسلامية لها أدوات وقادرة على المواجهة والتحدي، وبفضل ما تمتلكه هذه الأمة من تراث زاخر، ولكن الذي ينقصنا هو التوظيف السليم. ثانيا، خصوصية الدين الإسلامي في الحوار مع الأديان الأخرى كما جاء في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. ولم ينطلق من نظرية أن الإسلام هو الوحيد وأن الباب للانفتاح مفتوح ولا يقبل الرأي والرأي الآخر، ولكن مع ذلك ورغم جسامة التحديات الكبيرة أظهر الشيخ الوالي أحيانا خشيته على المسلمين الذين يتعرضون إلى مخططات هدفها إبعاد الإسلام بشتى الوسائل، وبالتالي ترك المسلمين في أمور ومظاهر جوفاء، وإن الإسلام بدأ ينتزع من محتواه الحقيقي. وعلى حسب قول الشيخ الوالي رحمه الله بدأنا نعرف المسلم الشكليات لا للمسلم الموقع، لا للمسلم الرجولة، لا للمسلم العطاء، لا للمسلم الصادق مع الحكيم. كيف وضع آليات المواجهة؟ يقول الشيخ الوعي أن المؤسسات التربوية والتعليمية تقع عليها مسؤولية جسيمة في مواجهة القادم من هذه المؤسسات. ويؤكد هنا واسمحوا لي يؤكد على قضيتين أساسيتين: القضية الأولى المناهج التعليمية، والموضوع الثاني طرائق التدريس. الموضوع الثاني دور الأسرة، كيف تتحمل مسؤولياتها حتى توفر المناعة الحقيقية السليمة للأبناء
وبالتالي تمنع من عملية الانجراف وراء ما يحدث في غزو الفضاء. استلهام معطيات التراث الإسلامي الزاخر بكل مكوناته السخية، وبالتالي تحديد دليل عمل ورسم خارطة الطريق للشباب. رابعاً، تنمية الشخصية الإسلامية، وأن التربية هي المحرك الأساس بين محيط الأسرة والمجتمع. ونقطة مهمة جداً، يجب أن يكون المسلم متنور وله ثقة بإسلامه ودينه، ويعترف للعالم أنه قادر على إملاء الفراغ. ونقطة مهمة جداً، ضرورة إيصال رسالة الإسلام إلى العالم، لأنها تواجه الكثير من حقائق التشويه. اسمحوا لي طبعاً أختصر كثيراً لأنه منتزل الوقت، فقط أشير إلى بعض التوصيات والاستنتاجات التي توصلت إليها في هذه الدراسة. لقد شخص الشيخ أحمد الوائي عوامل القصور في تغذية العالم بأساسيات الفكر الإسلامي وتعاليمه السمحان، ويحمل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية هذا القصور. ثاني، يطمئن الشيخ الوائي على أن ما متوفر من خزين في كنوز التراث العربي الإسلامي لهو كفيل بالرد المباشر على كل من ينتقص من الإسلام ويحاول تشويه صورته بين الديانات الأخرى، ولكن الأمر مضمون بحسن القراءة وإجابة التوضيح. رابعاً، يرى الباحث بضرورة تبني أفكار وطروحات الشيخ الوائي في مناهج مادة التربية الإسلامية للمراحل الدراسية كافة بدءاً من الدراسة الابتدائية وصولاً إلى الدراسة الجامعية. ضرورة أن تتبنى المؤسسات الرسمية والدول الإسلامية استراتيجية موحدة في مواجهة تداعيات العالم عبر قنوات مختلفة، منها المشاريع المشتركة، التقارب في تفسير الطروحات الإسلامية، تجنب عوامل التفتيت والتشظي التي تدعمها مؤسسات العولمة. ولا شك أن منظمة المؤتمر الإسلامي قد تأخذ على عاتقها هذه المهمة. توظيف محاضرات الشيخ الوائي وهي غنية بمفرداتها بما يحصل الفرد والأسرة وعلاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة المجتمع بموروثه الحضاري والإنساني، وأن تعمل في مؤسسات المجتمع المدني. ضرورة أن يكون الخطاب الديني الإسلامي قائماً على التوجيه والإرشاد والتعاون منطلقاً من منظوره الإنساني الداعم لحوار الحضارات والأديان، وليبدأ هذا الحوار بين المسلمين أنفسهم ثم الانطلاق إلى الخارج. وإذا لم يكن الخطاب كذلك، فإن المسلمين هم بالنتيجة الخاسر الأكبر في ظل ظاهرة الأمر. يجب أن تكون الأمة على قدر من الوعي والتوحد العقائدي والفكري والمنهجي، فضلا عن عامل الثقة الذي يجب أن يسود بين المسلمين الفخورين بإسلامهم وماضيهم وتاريخهم، وبذلك يكون الإسلام قيمة عظيمة رسالة سامية وافية واضحة للناس في كل زمان ومكان. وأخيرا، أقول أن الشيخ الوائي رحمه الله قدم نموذجا مميزا للخطاب الديني والخطاب الاجتماعي، وعرض الملحمة الحسينية مراعيا في ذلك إجادته التامة في أساليب براءة التدريس وكيفية إصالة رسالته، فخاطب الجمهور بعقل وبفلسفة أحيانا وفي العاطفة واستحضار الصورة للموقف أحيانا أخرى، وبذلك مثل مدرسة في المنبر الحسيني. وهنا اسمحوا لي فقط في مداخلة، من يعمل في التدريس يمر بطرائق التدريس، يقول له طريقة المحاضرة وطريقة المناقشة وطريقة الاستجواب، لا ترجعوا في كل هذه
الدراسات وكل هذه الطرائق إلى أسلوب طريقة المحاضرة التي ألقاها السيد الوالي تشار إلى دلائل وإلى رموز لا تصل ثلث أو ربع مما تطرق إليه. ولذلك أقول واحدة من التوصيات أطرحها أن طريقة المناقشة التي تدرس في كليات التربية الآن يجب أن تعتمد على طريقة المناقشة وطريقة المحاضرة التي كان يستخدمها الشيخ الواعي رحم الله الشيخ الدكتور الواعي الذي أحيا ذكراه هذا الملتقى العلمي الكبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الأستاذ الدكتور صباح مهدي الميرو على تلك التوصيات وعلى هذا الموضوع شيء رغم السيد وكيل وزير التعليم العالي والصحة العلمي وهو ليس بعيد عن هذه المدينة حاضرا نحن نسير ما زلنا على قوانين عمل 96 وأربعة سنوات حكومة دائمة قد مرت أما وزارة التربية إذا ما أثير عنها أي شيء فهو يثير الشجون. كنا نتوقع الكثير ولم نحصل حتى على النزل القليل، لكن نقول المستقبل إن شاء الله وهؤلاء الناس موجودين إن شاء الله وسيتم على أيديهم كثير من التغيير، لأن التغيير لا يكون بأيام ولا حتى بعقد من السنين، يحتاج إلى وقت. ولا ندعو زميلي الوافي الأستاذ المساعد الدكتور هذا سيف درعاوي جامعة الكوفة لإعطائنا ملخصا عن بحثه المعنون الشيخ الوالي فرق الجنس في الاتفاق. الأستاذ المساعد الدكتور عبد القلب عبد المطلب محمود الباحث الشيخ عماد الكاظمي الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية قراءة كتاب هوية التشيع العرف اللي تفضل مشكور. السادة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا يسعدني أن أشارك في هذا المؤتمر القيم الذي نحن في رحابه لنحيي علما من أعلام هذه الأمة ومصلحا من مصلحيها ألا وهو الشيخ الوالي رحمة الله تعالى عليه. الإصلاح الذي نجده من خلال كلماته في المنبر الحسيني ومن خلال كتاباته في مؤلفاته القيمة، هذا الإصلاح الذي كان له دور في تثبيت عقائد هذه الأمة. لعل في كتاب هوية التشيع للشيخ الوائلي من أول وهلة يرى القارئ أو يتصور القارئ أن الكتاب يبحث في الدعوة إلى بيان طائفة الشيعة فقط، ولكن من خلال هذا الكتاب يدعو المؤلف رحمة الله تعالى عليه إلى إصلاح ما بثه بعض الكتاب وسد الثغرات التي يقول بها ذلك. لذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه قسم كتابه على 5 أبواب وكل باب على فصول، فكان الباب الأول قد قسمه على فصول 4. أولا الفصل الأول متى بدأ التشيع، والفصل الثاني الأدلة على تكون التشيع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والباب الثالث رواد التشيع الأوائل، والباب الرابع الشيعة غير الروافض. أما الباب الثاني فقد قسمه على فصول 6. الفصل الأول تناول فارسية التشيع،
والفصل الثاني أقوال الباحثين في فارسية التشيع، والفصل الثالث هوية التشيع العرقية، والفصل الرابع أئمة الشيعة ومن هم، والفصل الخامس اللغة والمذاهب الإسلامية، والفصل السادس أسباب أو أسباب رمي التشيع بالفارسية. أما الباب الثالث وهو من الأبواب المهمة جدا فقد قسمه على فصول خمسة، من هذه الفصول هوية التشيع العقائدية وما يتعلق بعبد الله بن سبأ. طبعا في قراءتنا نحن لهذا الكتاب تناولنا الكتاب وقسمنا الكتاب على مقدمة وتمهيد وقراءة في أبواب ثلاثة مهمة من هذا الكتاب وخاتمة. الشيخ الوائلي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى أهمية هذا الكتاب.